ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الاحد 8 يناير كانون الثاني 2023. بالنسبة لك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية الاولى مواليد 22 ديسمبر ل 31 ديسمبر، هتحقق كل اهدافك، كل الخطط اللي كنت بتوضعها النهاردة من وقت طويل او شكت كلها انها تتحقق، فما تتبطئش بعد كده. حتى لو كان عندك كتير من الشكوك، هتبتدي تحصل على المساعدة اللي انت بتتمناها من كل الجوانب اللي حواليك، بس لازم تبقى بتستجيب ليها بانفتاح عشان النقد اللي عندك يبقى مبدأ. الهدف الوحيد منه هو مساعدتك، فما تنساش انك تشتغل على شكل كويس من اجل جسمك خلال الفترات العصيبة اللي انت بتمر بيها. هتهتم بنظامك الغذائي، هتحقق توازن من خلال ممارستك للرياضة، بس عليك انك تتحمل كل انواع التوتر اللي هتبقى بتواجهها. بالنسبة ليك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية التانية مواليد 1 يناير ل 10 يناير، النهاردة هتحرص تقدم واضح. حتى لو قمت بانك تحول نفسك من الاساليب القديمة المعروفة لاساليب تانية جديدة، هيساعدك كل ده علشان تنجح في مستقبلك المهني. هتلاقي دعم واضح وغير متوقع من كل زملائك اللي بيعتبر منفتحين في اللي بيخص اسلوب جديد. لو كنت عفوي، هتبتدي تقابل فرص جديدة تماما في علاقاتك وفي حياتك الخاصة. هتفاجئ نفسك وكل الاشخاص اللي حواليك، وهينطبق ده على كل اللي بيخص صحتك لو قمت بتجربة جديدة وغير تقليدية. بالنسبة ليك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية التالتة مواليد 11 يناير ل 19 يناير، الصراحة هي المفتاح اللي عندك. هتواجهك النهاردة أفكار جديدة هتبتدي تنجح فيها لو قابلت المخاطرة بشجاعة. هتعتمد على دعم كل زملائك في حالة نجاحك، وهتبتدي تظهر شوية صراحة في علاقتك بالأفكار اللي بتعتبر عادية اللي بتبقى بتراودك وبتراود شريك حياتك. هتأدي انك تفتح مسارات جديدة كاشفة لجانب جديد تماما من نفسك، الا انك لازم تبقى متواضع شوية، لان الخط اللي بيقع بين المخاطرة والغرور رفيع جدا.